نعم استاذ، بعت وراي في شيء؟ لا ما في شيء، بس مشتاق لك، بحب من وقت لوقت اتونس فيك وانت معايا. الله يخليك يا استاذ، اخجلتم تواضعنا. انقبر اقعد، عاوزك بموضوع. انا قلت هالاشتياق في وراء إنا، بس ان شاء الله ما يكون في حدا كاتب حرام علي. بتحب تشرب شيء؟ بدي عزبك ولا بقول لك بلاها؟ مش بلاها؟ بلاها مثل ما بدك. هلا اذا القعده مطوله يا استاذ باخذ فنجان قهوه. جيبي لنا 2 قهوه اذا بتريدي. ايه استاذ، كلني سمع. عايزك بموضوع كتير خاص، يعني بيني وبينك، واي كلمه بتطلع منك لبرا تعتبر حالك مطرود ومن دون تعويض. فهمت؟ لا، القصة بدها قهوة. ستين إلنا، 40 إلكم، إلا إذا أنتوا بدكم زيدوا حصتكم ساعتها ما عندي مشكل وبيمشي المشروع. بعد ما يخلص مكتب الهندسة الدراسة ساعتها بنحكي بالنسب. مين مستعجل هالقد؟ في أمور كتيرة مستعجل تصير بيناتنا، بشرط تكون النسب متساوية بيناتنا. مثل شو؟ بدك تعرفي هلأ أو منتركها لقعدة تانية؟ ما قاعدين هلأ، فيك تحكي بدك إيه؟ جيهان أنا معك بحالة إعجاب، بس ما بعرف إذا أنت معي بنفس الحالة. يعني صار في بيناتنا مشروعين، مشروع بنا ومشروع إعجاب، واتنيناتهم بدون دراسة. خلص، إذا الشباب توثق فيهم بتمون عليهم ما في مشكلة، أهم شي يكونوا قبضيات وبيرغميق. مواصفات اللي أنت طلبها. لكن تكلنا على الله. شادي الإعجاب مسألة ظرفية، ما فينا نتأكد منها إلا لما صير أعرفك أكثر تعرفني أكثر. صح، منشان هيك لازم نشوف بعضنا، إلا إذا اللقاء بيناتنا كمان بده دراسة. ما بده دراسة، بس بده تفكير. بدي أعرف كل شيء وبالتفصيل الممل، ما بدي حدا يحس شيء، بدي أعرف الشاردي والواردي، وما بدي أرجع أذكرك، ما بدي حدا يحس بالموضوع، مفهوم؟ مفهوم. إمتى بدك إياه بلش؟ من هلأ. وجوات هيدا المغلف في كل شي بدك إيه، فرجيني شو بيطلع منك، وكل شي مدفوع وإكسترا. واضح؟ واضح، بس شغل الجريدة شو بنعمل فيه؟ ولك اللي بيسمعك بيفتكر الجريدة قايمة على كتافك. اهتم بهيدا الموضوع وهيدا الموضوع وبس. يلا فرجيني عفا ظهرك. وانت اعطينا شيء لنترك. روح هلا وبعدين بعطيك. دعي لي بالتوفيق بخاطرك. الله لا يردك، درميل. جوليا قالت شي رولا لما ظهرت من عندي؟ لا، بس كانت معصبة شوي. بعد شوي بلغيها تنقل مكتبها على الطابق الثاني، وإذا حدا اتصل فيي حولي لي الخط على المحاسبة. اوكي جوليا، ما تقولي لها شي، كفينا شرها. هيك أفضل. بدي أعرف بس ليه بتخافوا منها هالقد. أنت عم تقول كفينا شرها؟
رح يبلش دوامي بالمستشفى وبعدني هون. بدك شيء قبل ما امشي ماما؟ ما بدك وصلك؟ لا حبيبي، جاي مرضى صاحبتي تاخذني. الاكل بالبراد بده تسخين. باي ماما. نعم حبيبي. لقيت شغل بعيد عن الحي، يمكن الطار نايم برات البيت، ما ينشغل بالك. شو هالشغل يلي رح يخليك تضطر تنام برات البيت؟ هيك شي موقت لبينما كنت لقيت شي وظيفة. هلا مستعجلي، بعدين منحكي. بخاطرك. الله معي. شو؟ عجبتك الكوب؟ أوريجينال. بس هالقد؟ كنت ناطر منك الواو. أنا هيك بعبر عن إعجابي. أماني؟ نعم. شو اللي ما عجب بالفستان؟ صراحة ديجا فيو. جنان لبسي يا غيو. نعم. إذا ريكك على اللعب ما حدا بيعرف أي ساعة بيظهر. أخذ راحته، عم بيلعب مصريات الناس، عم أهله بيظهر. إن شاء الله ما يطلع إيد لورا وإيد لقدام ويطلب منا نوصله. ما تخاف عليه، ما حدا بيسترجي يخسره. حدا بيعرف لحساب مين عم بيشتغل؟ كيف يعني؟ يعني مين في وراه؟ مين دعمه؟ ليه أخذ راحته هالقد؟ أنا مش شايفه إلا مرة أو مرتين، ما بعرف شي عنه. أنا بعرف إنه خريج حبوسي، شغلته الخوة والمشاكل. بونسوار. سوري دوموزيل، بدي اسالك، بيت الحي وين ساكنين، بالرابع ولا بالخامس؟ بصراحة ما بعرف، ليه مش مكتوب على الانترفون؟ انه لو مكتوب على الانترفون ما كنت سالتك، بس بعتقد بالخامس. على فكرة أنا وين شايفك قبل هلا؟ ما بعتقد شايفني، أنا جديدة بالحي. تفضلي. هلا تذكرت وين شايفك. كانت سيارتك مقطوعة، طلبت اني ساعدك ما قبلتي، وطلبت اني صورك كمان ما قبلتي. ما بتذكر. على فكرة الصورة طلعت كتير حلوة، إذا بدك اعطيني ايميلك وانا ببعث لك اياها. ما في لزوم.
هاي لارا. اي رولا. بليز فيك تعطيني رقم ألان صغير؟ ما معي رقمه، شلته عن سيلولاري من زمان. طيب كيف بدي اخذ رقمه؟ ليش في شيء؟ ايه عايزته ضروري. ما بتعرفي حدا معه رقمه؟ ألان كل شهر بغير رقمه. والعمل؟ طيب معك عن وين بيته؟ ساكن ببولونيا، اسألي مين ما كان بدلك على بيته. هيك رح أعمل. يلا باي. باي. صار لنا 4 ساعات ناطرين، شو رأيك نعمل برمي ونرجع؟ هاتوا ما راح يطلع إلا لوجه الضوء. نرجع له غير يوم؟ لا، اليوم لازم نشوفه. هاتوا شاكر. اسمعني منيح ولا شاكر، إذا بعد بشوفك بقهوة أبو سامي بدي فضي مشط الفرد براسك، وإذا بعد بلمحك بالحي بدي أعلق لك مشنقتك بعمود الكهرباء. سامع وللكلب؟ لينا معه ولا ليرة. مرحبا. أهلا مرحبا. دخلك بيت ألان صغيب، وين بيصير؟ بآخر الضيعة على اليمين بيت فرداوي. مين ما سألتي قدام بدلك. مرسي. تكرمي. هيدا اللي كان معه، والباقي الله بيعوض. ما كان لازم تخاطروا كرمالي، لو لا سمح الله واحد منكم يصير له شيء يلعن ابو المصاري، انا شو كان بيعوضني؟ هيدا شاكر، شو في غليلك منه؟ قتلته؟ اذا رجع لهون رح أقتله، وأنا بأكد لك ما رح تشوفه بالحي كله، ولا يهمك أبو سامي، كلنا معك والشباب رح يبقوا هون في حال صار شيء. شيخ الشباب، شيخ الشباب يا يوسف، شيخ الشباب. الله يخليك، يطول لي عمرك. Thank you.
مقبولة؟ فكرتك ما رح تعرفني. معقول انساكي؟ بس كيف عرفتي انساكي هون؟ ما بعتقد انه بدها سؤال. لا لا ما هيك. هي ما كان بدها تعطينا عنوانك، بس الموضوع كتير مهم. أنا قصدتك بخدمة. تفضل القهوة يا حضرة. قلت لي شو طالعين نعمل؟ طالعين نشوف ألان صغير. مين ألان صغير؟ المسؤول عن شغلنا. لازم نتعرف عليك بالأول وبعدين على الشباب. هو المسؤول الأساسي؟ لا، هو مسؤول عن منطقته. مين اللي بيحل وبيربط؟ اسكندر. واسكندر هو من جماعة عبد الله ولا جماعة فاتح؟ فاتح وزلمته الخاص ناس وإيده اليمين. اسكندر أخذ محل بيو. مين كان بيو؟ نادر. ليه بدك تعملي مقابلة مع جواد سلطان بالذات؟ لأنه سلطان ملك المهربين، وأنا بدي أعمل سكوب لجريدة، وهيدا برأيي سبق صحفي ما حدا عمله قبل. ما بعتقد رح يقبل، صعب كتير. راسه مش راس مقابلات صحفية. انسي الموضوع. أنا بليز، هيدا الخدمة ما رح أنسي لك إياها بحياتي. خدمة إلك ولا الأستاذ عصام؟ أكيد لإلي. عصام سلمني الصفحة فكره إنه يحرقني، بس أنا عبالي فرجيني رقم كتير صعب بالجريدة. رح حاول، مش على أكيد رح تزبط، بس رح أعمل جهدي. بليز. انطريني هون. ستنا. أهلا وسهلا. بسم. نعم ستنا. مذكر هيدا الشاب يلي كان قاعد مرة على طاولتي؟ ايه مذكره. بتعرف شو اسمه؟ لا ستنا، بس إذا بهمك الأمر لما يجي لهون بسأله. لا مش ضروري، أنا هيك عم بسألك حشرية، ما في لزوم. خلص رح أجيب لك اسمه. قلت لك خلص، مش عم تفهم؟ لا بس فكرت. بس يا بسم، فيك تروح على شغلك. أوكي. إن شاء الله ما تكون تأخرت. لا، على الموعد تمام. ده في خطر بهيدا الشغل؟ في خطر يا صاحبي، بس مقابيله في مصاري. تعرف؟ هذا أول مرة بروح لمطرح حدا ياخدني عليه مش أنا رايح لوحدي. أنا أخدك لمطرح يلي من زمان كان لازم تكون فيه. صار لازم تعمل مصرياتك. يمكن صار الوقت اللي لازم أعمل فيه مصرياتي. بس اللي عم فكر فيه إنه في ناس على طول بدها تأمرني، وأنا بكره الأوامر. سياستي بالحياة بتقول بوس إيد وبعدين بوس كل الناس إيدك. يلا يا صديقي، بكرة بتتعود. أنا بصراحة ولا مرة غرمت أو حبيت،
وبعد ما شفتي كل يلي التقيت فيهم قبلك ما عاد متذكرهم وما بدي اتذكرهم. ولو شادي بدك تقنعني انه بعد لحد هلا ما حبيت ولا انغرمت بحياتك وبدك ياني صدق؟ شو هالحكي هيدا؟ للصراحة انا انغرمت وحبيت شغلي بس وبتمنى اوقع بالحب وبتمنى انغرم فيكي انت بالذات. شادي الحب مش تمني، الحب احساس بيفرض حاله علينا بالوقت المناسب. جيهان بالنسبة لي هلا الوقت المناسب. ناطر جوابك؟ ما عندي جواب. دخلت عليكي؟ ولا يهمك، شو صار معك؟ قبل يعمل مقابلة بس من دون صور، هيك مجرد دلدشة بس، هيدا كان شرطه. أنا المهم قبله وبس، واترك الباقي علي. أنا شاطرة كتير قلم، بقدر أقنع كل يلي بحاورهم بوجهة نظري. خلي سيارتك هون، الشباب برا ناطرينك، بياخدوكي وبرجعوكي لهون. يلا ناطرينك. قلم، ميرسي كتير. هلا بس فوت المفرقة التانية حط هيدا الشيء على وجهك. ضروري؟ هيدي الأوامر. شو كنت تشتغل؟ أشغال حرة حسب العرض والطلب. حطك بالأجواء دودي؟ أكيد. اجتمعتوا بإسكندر؟ بكره موعدنا معه، طالب نشوفك بالأول وتعرف على الجو. كم شاب معك؟ ثلاثة بوسع فيهم. بعد يومين ناطرك انت وياهم هون. مني معروف طفي الخط. مش ضروري طفيه، ما رح ردع حدا. سمعت شو قال لك؟ طفي الخط. ها طفيته. فتحته هلا؟ تفضلي. الله يزيد فضلك يا مهذب. في خطك كمان؟ مرحبا استاذ. التقيت برولا شي؟ لا من الصبح ما شفتها، بدك منها شي؟ ايه بدي. بعد لهلا ما سلمت صفحتها لسكرتير التحرير. اتصلت فيها ما ردت علي. رجعت اتصلت فيها عم تطفي خطها.
يمكن مشغولة هلا ترجع بتحكيك. ممنونك، طمنتني. حبيب قلبي يا استاذ. دخلك؟ أنا ما مكلفك بمهمة؟ بلا. إيه شو جاي تعمل عندي هون لكن؟ الصراحة طلع معي خطة وجاي أخذ رأيك فيها قبل التنفيذ. اهلا وسهلا. عفوا. اهلا وسهلا فيك استاذ جواد. شربتوا شيء لدومازيل؟ ولا نطرح حضرتك لنشرب القهوه سوا؟ قهوه بسرعه. تفضلي. للحقيقه كنت ناطره اشوف قدامي رجال كبير. هاتك بتحضري كثير افلام مصريه. وهيتو حضرتك مأثر كثير بالافلام الامريكانيه. مش غلط. شو رأيك استاذ؟ والله انت مش مصور بس، انت زعوري ابن زعوري. تلميذك استاذ. زد بوزك ولا؟ وانا برقود شو مطلوب مني؟ موضوع مثل هيدا مكلف، ما بده مين يقلك. مكلف؟ قديه بدك يعني؟ كلك نظر. ولك ياكلك الزيز شنك اوانطجي. وصل الشيخ فاتح. مرحبا. اهلا. اهلا شيخ. اهلا. كيفك يا رودي؟ الحمد لله. كيفك اسكندر؟ بخير الحمد لله. كيفك انت؟ الحمد لله. اهلا اهلا بالشيخ فاتح. ولا ادعس بقلبك قبل ما ادعس بأرضك. شيخ فاتح قلنا حظ نشوفك. طمني كيف ماشي الأمور؟ الحمد لله. بعرفك عجو سليمان من شبابنا جديد. اهلا جو. اهلا فيك. هلا انا عايزك شوي. كم مذكرة توقيف صار في بحقك؟ ما عاد متذكر. كلهم بنفس التهمة؟ ما بعرف، بس في مذكرات كتير بحقي وانا بريء منها. بريء منها؟ وكيف بيتهموك فيها إذا بريء منه؟ في مهربين صغار بيكمشون، ولما بيحققوا معهم حتى ما يكشفوا اسم اللي عم بيتعاملوا معهم بيقولوا اسمي. مثل ما عم بيتعاملوا معك، ليه بدهم يقولوا اسمك؟ بما أني المطلوب رقم واحد، جسمي صار لبيس لكل أنواع التهم. يعني فينا نقول إنه عم بيتجنوا عليك. صحيح. وكيف بتدافع عن نفسك بهالحالة؟ عطريقتي. من هلأ ل 24 ساعة لازم يبين معنا الشيء. قد الكمية تقريبا لنعرف قديش بدنا شباب؟ 1000 صندوق. اوكي. بعتقد مع شباب رودي الجداد بيمشي الحال. ألا؟ شو رأيك بهذا الشاب اللي واقف برا؟ عجبه؟ من اول انطباع ما بشي، بدنا نجربه بالشغل لنعرف. ما بعرف هيك، بس اطلعت بعيونه حسيت في شيء مش تمام. نقزني يعني، بصراحه ما ارتحت له. تاكدت منه؟ مثل اللي ما فهمت من رودي انهم اصحاب من ايام الجامعه. قبضاي وبيكتم سر وعنده سقف. خلينا نجرب. بالمبدأ ما في مشكل، والشيخ عنده ثقة برودي، بس بالنهاية الشغل هو الحكم.
يا بتكونوا قد ومنكمل سوا، يا اما كل واحد بيروح بطريق ويا دار ما دخلك شر. لا باذن الله رح نكمل نحن وياهم سوا وعلى مسؤوليته. على الارض بنحكم. في عملية كتير قريبة عم يرتبها الشيخ مع أنا، وإن شاء الله بتكونوا فيها. إن شاء الله. بدك أنت تحكي من مصاري مع جو ولا أنا؟ ولو شو نحن وشو أنت، طالما الشباب مسؤوليتك اتفق معهم ونحن جاهزين. مش أنت قلت على الأرض بتحكم؟ شوفوا بالأول إذا نحن قد المسؤولية وبعدين نحكي بالمصاري. ناطرين الألوه. أكيد. خلي الشيخ يحكي لي. إن شاء الله. خاطرك. مع السلامة. بعتقد الحديث صار كافي هالقد، ما هيك؟ حرام هيك حديث ما يكون في صورة واحدة بتجمعنا أنا وياك، يعني بس ليصدقوا القراء إنه فعلاً تقبلنا، مش حديث مختلق. اتفقنا ما في صور، بعدين الوقايع اللي ذكرتها أهم بكتير من الصور. وين المشكلة إذا نزلت صورتك بالجريدة؟ إنه ما زل صورك موزعة على كل الحواجز والمخافر. كلهم ناسيني، ليش بدك تذكريهم فيي هلا؟ صدقني ما حدا ناسي شكلك، ما زل أنت قلت، كل ما يلقطوا مهرب أول شغلة بيسألوه عنها هو أنت. كيف تنكونوا ناسين شكلك؟ شباب حطوا شراشف وراي، صورة وحدة بس رولا ولا التاريخ. شو بك ساكت؟ في شي مش عاجبك؟ الشغلة كلها أوامر، قلت لك أنا ما بحب الأوامر. شي مقابل شي، اللي عم ترضى فيه هلأ بعدين بطل ترضى فيه، بكرة بيزيد سعرك وبتصير اسم علم، بتصير تعطي أوامر كمان. قديب هالشغل ومع فتح الحاج بده الواحد تيصير مثلك ومثل اسكندر مثلا. لنكون أنا واسكندر مش عاجبينك مثلا. لا يا زلمة مش هيدا قصدي. لكن شو قصدك؟ قصدك ترجع تفتش على شغل بشهاداتك وما حدا يلك شك؟ يا حبيبي انا وياك لو لقينا شغل باختصاصنا كنا عم نشتغل بالماركات المزورة؟ شو؟ جاوبني. ما عندي جواب. منيح اللي ما عندك جواب. إذا تيسرت الأمور الليلة رح يكون في خبر. أنا رح رتب الأمور من هلا. تحكي أنت مع لودي ولا أنا بحكي؟ لا لا أنا بحكي، خاطرك ألان. الله معك. باي ألان. باي. مرسي شباب، عزبتكن. الله معك. كيف كان الحديث؟ بده يهز البلد. يوسف، إذا مش مقتنع أنسى. ما فيك تفوت بهيك شغل وأنت خايف منه. الخوف مش من اختصاصي. أنا والخطر والمغامرة خلقنا سوا. لكن ما فيك تخاطر وتغامر وأنت متردد. أنت بتعرف ليه أنا قبلت أشتغل مع فاتح الحاج؟ ليه؟ لغير حياتي وحياة أمي وعيش بسلام. هذا الكلام بدي أسمعه. ليك ما قلت لي شو رأيك بألا؟ رجال ارتحت له، بنشغل معه. والشيخ فاتح خطير. واسكندر خبيث.
خدمة ما رح أمسي لك إياها أنا. المهم اللي رح تكتبيه ما يأذي جواد ويأذيك. انتبه، هيدا الموضوع مش مسحة. لما رح أكتب الموضوع رح أمشي بين الزيح والنقط، ورح أكون كتير موضوعية، لأنه بالواقع شخصية جواد سلطان شخصية كتير مثيرة للجدل. حطي براسك أي غلطة بروح فيها. بعرف. عندي سؤال قبل ما أمشي. تفضلي. ليه تركت أنت ولارا؟ لأنه طريقة حياتي ما رح تناسبها لا هلأ ولا بعدين. بعدك بتحبها؟ لا، بس مبسوط إنك تجوزت. باي أنا. باي. اوكي شيخ، الله معك. خليك انت والشباب جاهزين، معقول يجي تشيل الليله. ولا يما. صرت تعرف الطريق لفوق؟ مش صعبه. بيض لي وجهي، خليني اعرف اني رهنت على حصان مش ممكن يخسر. مش رح اجاوبك طالما عم بتقول ان حصان مش ممكن يخسر. رح اعطيك دفعه، بركي عز شيء انت والشباب. في معي ولا يهمك. نتحاسب لما تخلص العملية. خد بركي الشباب معاوزين. ناطر تليفونه. بعدك مثل ما انت، المال عدوك.